أحبانا أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم شخصية وموقف. شخصية النهاردة شخصية عجيبة ومحيرة جدا، ذكرت في الكتاب المقدس في 3 آيات فقط، ولكن مرجعية هذه الشخصية اعتمدت عليها الكنيسة والمسيحية في العطاء. مفيش مرة نتكلم عن العطاء، مفيش مرة الكنيسة تتحدث عن العطاء إلا وتذكر هذه الشخصية التي تحدث عنها كتاب في 3 آيات فقط. شخصية عظيمة، شخصية مبهرة، ولكن حابين قبل أي شيء نرحب بسيدنا نيافة الحبر جيل أما مرتيروس. يا أهلا سيد جورج. أهلا بك يا سيدنا. نسمع النهاردة كلمات الروح القدس من فم سيدنا عن شخصية اليوم، وهي الأرملة الذي أعطت الفلسين. سيدنا نحب نعرف إيه قصة الأرملة؟ هي قصتها ملخصة في أن السيد المسيح له كل المجد قعد مخصوص علشان يراقبها، يعني يراقبها وكمان ياخدها نموذج كويس للآخرين، سواء للتلاميذ أو حتى لكل البشرية، لأن القصة دي سجلت في إنجيل معلمنا ماركوس الإصحاح 12. فالسيد المسيح راقب هذه الأرملة يعني، وفي نفس الوقت كان مراقب برضو الناس اللي كانوا بيحطوا العطاء في الخزانة بتاعت الهيكل. فالإنجيل بيقول أن هناك كان أغنياء كثيرين يوضعهم في الخزانة، أما الأرملة الفقيرة ديت، يعني هي وصفت بتعبيرين، أرملة وفقيرة. وأرملة دي أكيد كان عندها أولاد مثلا أو مش موجود مثلا، لكن هي أرملة وفقيرة في ذات الوقت. فهي لما جات وضعت العطا بتاعها كان فلسين. طبعا هي قدرة السيد المسيح اللاهوتية، يعني عرف أو شاف الفلسين دولت بطريقته، لأن كان ده معتاد على السيد المسيح ان هو يرى ما وراء الظلمة او الظلام، زي مثلا مع التلاميذ في عرض البحر رآهم معذبين في الجزف وهم في منتصف البحيرة مثلا، او بيعرف ما تخفى به القلوب. فهو شافها بتوضع فلسين فقط لا غير، اللي هما زي قرشين ساخ كده. اما الناس التانية كانوا اغنياء كثيرين بيوضعوا، فالسيد المسيح هنا استوقف عند هذا الموقف يعني، فقال لتلاميذه أن هذه المرأة أعطت أكثر من الجميع، وقال السبب. السبب لأنها أعطت من أعوازها ومن معيشتها. أعوازها ومعيشتها يعني لا هي بتقدر تحوش لاحتياجات بيتها، ولا هي استغنت او يعني استقطرت القرشين على ربنا حتى في معيشتها اليومية. وده هنا القوة والجمال في العطاء، ما هنا القوة. وبعدين السيد المسيح قال اما هؤلاء فقد اعطوا من فضلتهم، يعني واحد مثلا عنده فلوس كتير مش مهم او الالف جنيه ديت، يعني مش هتأثر معي، دي من الفضلات، ديت من الايه، من الفضلات. وبعدين يعني يمكن كلمة المرأة الفينيقية للسيد المسيح لما قال لها لا يعطى خبز البنين للكلاب، يعني في اختبار ليها يعني. فالست ردت عليه وقالت له يعني يكفي ان هذه الكلاب تأكل من يعني فضلات أربابها أو فضلات المائدة. فده طبعا يمكن لعل هذا الكلام بيوحي بأن الطبقة الغنية في المجتمع اليهودي كانوا بيعطوا من الفضلات بتاعتهم للجماعة اليهود، رغم أنهم كانوا قادرين على أنهم يكفوهم، لأن الآية بتقول وكان كثيرون يوضعون في الخزانة. طب إذا كان بيوضع كثير في الخزانة بتاعت الهيكل، ما بتتصرفش ليه على الطبقات الفقيرة في المجتمع إن لم يكن هناك
في يعني عدم أمانة في التصرف في هذه الفلوس وهذه النقود اللي بيها المفروض تصرف على الفقراء. فالكلام ممكن يعني يعطي لنا أبعاد معينة لدراسة المجتمع اليهودي، ولكن بغض النظر عن عما يجرى في الخفاء وعما يجرى في الظلمة وكيفية التصرف وكده في الأمور الخاصة بربنا من حيث العطاءات اللي بتيجي للخزانة الهيكل، ولكن احنا بنلقي الضوء دلوقتي على هذه الأرملة اللي هي وصفها السيد المسيح ان هي أعطت أكثر من الجميع. على أرض الواقع مش أكثر من الجميع ولا حاجة. دول الفلسين هيعملوا ايه قدام فلوس الأغنياء؟ ولكن عند ربنا أكثر من الجميع. ليه بقى السبب؟ لأن هي أعطت أولا من أعوازها ومن معيشتها، وبنية فيها حب، ونية فيها إرادة حرة، ونية فيها عطاء بلا حدود لربنا. يعني الست دي اعتبرت ان ربنا هو المانح والمانع، وانا لما اعطي ربنا يبقى ده احلى عطاء واجمل عطاء ان الانسان يعطي لربنا. يمكن لو الواحد عطى عطية او هدى هدية الواحد بيبقى فرحان قد ايه، محال بقى يعطيها لربنا نفسه هيبقى فرحان فرح مضاعف بلا شك. سيدنا، في التباس بيحصل عند كتير من الناس، يقول لك لا ربنا قبل وفرح بفلسي الأرملة، يعني هو أنا اديت حاجة بسيطة مش مشكلة، يعني هو ربنا مش عايز بالكتير يعني. فبيجي عند الشخص إحساس، طب أنا عشوري مثلا 200 300 500 ألف، مش لازم أدي. هو ربنا مش بيحسبها بالمادة او مش بيحسبها بالعدد، هو بيحسب بس ان انا عايز اديله. لا ده فيبتدي الالتباس ان هو يتخيل ان ربنا هو قابل بالقليل مش قابل بالكتير لا ده بيضحك على ربنا بطريقة غير مباشر، بطريقة ازاي بقى يا سيدنا؟ بيضحك على ربنا. هو ربنا مش فاهم يعني، اصل في فرق بين ان انا اعطي العشور الواجبة ده تشكر عليه، وربنا قال لك اعطي العشور وخلاص ما تديش زيادة عن كده، تشكر على كده. وفي فرق بقى ما بين واحد بيعطي من أعوازه، يعني بيحرم نفسه عشان خاطر ربنا، بيحرم نفسه عشان خاطر الفقير اللي قدامه، بيحرم نفسه عشان خاطر المريض اللي قدامه، بيحرم نفسه عشان خاطر يحل مشكلة ضائقة عند حد. ده الأجمل والجمال في كده، ولذلك بيدعم كمان هذا العطاء الكويس ان الانسان بيعطي بإرادة حرة. يعني هل في حد مثلا جبر هذه الأرملة ان هي تعطي الفلسين؟ ما اعتقدش ولا حد هيرضى بكده، لان دي اعوازها، دي من اعوازها ومن معيشتها. ده ممكن يقول لها يا ست خلي اصرفيهم بس وربنا حنين، هيتمهل عليكي او مش هيطالبك بحاجة زي كده. لكن هي الست بإرادتها الحرة وبدون إجبار وبحب وأيضا بنية صافية هي أعطت الفلسين دول. إنما ما يجيش واحد بقى تاني مثلا ويقول يعني أدي قليل لأن ربنا قبل الفلسين، وهو معاه كتير. خد بالك يعني هو بيراوغ ربنا وبيتحايل على ربنا. يمكن لو حسب اللي هو عطاه ما يجيش حتى العشور اللي الوصية قالت عليه، فده عبارة عن مراوغة. لكن السيد المسيح حتى لو الإنسان أعطى بيقول كيلا مهزوزا ملبدا يعطى ويفاض. إنما الإنسان ما يتعاملش مع ربنا كشخص محتاج، ربنا ليس محتاج أبدا، ده ربنا هو اللي بيدي، منك الجميع ومن يديك أعطيناك. سيدنا، كلام نيافتك هيحلنا لحاجة مهمة جدا، هي ايه شروط العطاء اللي ممكن يتقبلها ربنا مننا؟ هل العطاء ليه شروط ولا هو حاجة يعني زيادة عن الإنسان بيعملها بإرادته الخالصة؟ بلا شك في شروط. في شروط، اول شرط بالإرادة الحرة، الإرادة الحرة. تاني شرط بالسرور والفرح،
ثالث شرط بالسخاء وكالا مهزوزا ملبدا. رابع شرط بدون ما حد يدعي انسان ان هو يجي يدعي ربنا، لكن من نفسه كده يروح. سيدنا، في ناس يعني، ويمكن دلوقتي بنمر بوضع ركود في العمل، ففي ناس بيبقى فعلا ما عندهاش، يعني ما عندهاش فلوس يعني، بس هما حابين يعطوا ربنا، فبيدوروا على وسيلة يعطوا بيها ربنا من وقتهم من مجهودهم. هل العطاء متوقف على الماديات فقط؟ هو الماديات والمعنويات كمان، يعني المعنويات. عطاء مادي وعطاء معنوي لازم يبقوا مع بعض برضه، لازم يبقوا مع بعض، لأن معلمنا يعقوب الرسول بيقول: ما الفائدة يا أخي إذا وجدت فقيرا في الطريق وقلت له، وكان وقت البرد والشتاء، فقلت له اذهب وأستدفئ، ما الفائدة في ذلك؟ فطبعا بيقول لنا يعني تضحوا، ما هو العطاء ده في معناه هو التضحية، يعني فإذا لابد من التضحية، يعني حتى لو أنا محتاج للفلوس ديت ممكن، لأن هو السيد المسيح لما عرض هذه القصة، الأرملة دي كانت في شدة الاحتياج جدا، ولكن برضو لم تتأخر عن العطاء لله، دي نقطة مهمة يعني. سيدنا، الكتاب بيقول محبة المال أصل كل الشرور. كيف يمكن العطاء أن ينقي الإنسان من محبة المال، فبالتالي لا يخضع للشرور والشهوة الامتلاك صحيح والأشياء المدمرة للحياة الروحية للإنسان؟ صحيح، يعني محبة المال ممكن تجعل الإنسان يعني إيه بخيل جدا، مثلا بخيل على زوجته، بخيل على أولاده، الولاد عاوزين يد مساعدة في جوازهم، أو البنت هو يبخل بشدة رغم إن هو معاه، يعني ليه؟ لأن محبة المال بقت يعني أساس للخطايا، إن هو بيخطئ بشدة في حق أولاده أو بناته أو زوجته، بخيل بالمال عليهم. أو مثلا محبة المال تجعله يخطئ ويجرم ويصنع جرائم يعني لا تتخيلها، أو محبة المال تجعله يشهد بالزور وتجعله يشتهي مال الغير، وتجعله أيضا إن هو يحتال، وتجعله يسرق ويمد يده، وتجعله يفتن ويحيك المؤامرات طمعا في المال، وتجعله يعتدي على الآخرين حبا في المال. فالمال أصل لكل الشرور، فده شيء فظيع يعني، شيء متعب جدا. حتى إن محبة عخان ابن كرمي وقت ما ربنا نصر يشوع والجيش معاه ودخلوا أريحة، لكن الشخصية دي عخان بن كرمي طمع في لسان ذهب و يعني قطعة من القماش الشنعاري الحرير أخده مخباهم، فكان صوت ربنا ليشوع قال له: في وسطك حرام يا إسرائيل، لأن محبة المال جعلت فيه خيانة لله نفسه، تصور. فده أمر صعب يعني. سيدنا، بيلتبس على الناس في بعض الأشياء يعني الأحيان، إن مصطلح العطاء لمن؟ هل العطاء إن أنا أروح أودي للكنيسة، ولا في إمكانية إن أنا أساعد حد محتاج أو حد أعرف عنده ظروف، فبطلع له شهرية أو بطلع له للظرف المرضي أو للظرف الاجتماعي اللي هو فيه؟ هل العطاء الاتجاه واحد، ولا العطاء يؤخذ إزاي؟ هو العطاء ليس له أي قيود، لكن بشروط صحيحة. فمش ممكن مثلا إن أنا أروح أعطي مجرم يصنع جريمة وأديله فلوس، أو مثلا ناس بيضروا بالمجتمع ويضروا بالسلم العام وأديهم فلوس، يعني أتبرع لهم، ده ميبقاش تبرع، ده يبقى مشاركة في الجريمة على طول. أو مثلا ناس مش لاقيين مكان، شقة مثلا فاضية، أقول لهم عمياني كده تعالوا اسكنوا بدون ما تحقق، يطلعوا مثلا بيصنعوا متفجرات،
او ارهابيين او هيضر المجتمع. فالعطاء ليس له قيود لكن بشروط. كمان العطاء يعني المادي بيرافقه عطاء معنوي. طب ما انا لما باجي ادي الواحد عطاء مدروش وانا مكشر كده وانا زعلان، لا اقول له ديت علشانك وان شاء الله ربنا هيشفيك وان شاء الله الحال هيتصلح ويبقى كويس، يبقى في حاجة معنوية. في عطاء معنوي بس في حدود معينة. ايوة، ما انا لازم ادي لمراتي كلمة طيبة، اعطي لبناتي كلمة طيبة، اعطي لاولادي كلمة التشجيع كلمة طيبة، العطاء المعنوي. الزوجة بتكون اخر النهار تعبانة جدا وبتتوجع، مفيش اي مانع نعطيها كلمة تشفيها، تشفي نفسها وتشفي حياتها الداخلية، واثني عليها يعني اشكرها. ده عطاء معنوي، لا يعني لا يمكن ان احنا نتجاهله، بس في الحدود المعينة زي ما بقول عليها يعني. سيدنا، في سؤال اتسأل الفترة اللي فاتت كتير، هو محرج ولكن أنا حابب نيافتك إن أنا أسأله. هل يمكن العطاء لغير الشخص المنتمي للعقيدة بتاعتي؟ بالظبط. لا يعني أنا بقول العطاء بلا قيود، يعني إذا كان أي شخص مختلف عني في العقيدة أو الدين أو الجنس أو اللون أو النوع، لابد إن أنا أعطي، و يعني ما منعش عطائي عنه حتى لو اختلفت معاه في الأمور ديت. ده أمر وده أمر تاني. يعني أنت شايف السامري الصالح لما عمل محبة مع اليهودي اللي بينهم عداوة، لكن السيد المسيح يعني سأل اللي كان بيسأله، قال له تفتكر مين عنده محبة أكتر؟ قال له اللي صنع معاه رحمة، يعني اللي أعطى الرحمة والحب من السامري. فدي خارج نطاق فكرة العطاء، يعني حكاية التمييز والتنوع العرقي أو التنوع في الخلفية أو في المرجعية لا يمنع أبدا من العطاء. لابد أن نعطي كل أحد وفي أي مكان وفي أي زمان وفي أي وقت، وأي شخص أيا كان دينه أيا كان عقيدته أيا كان لونه جنسه، كبير صغير، شيخ شاب، طفل مريض غير مريض، في أي مكان لابد نعطي الجميع، لأن ربنا وصف عنه أنه يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. يعني لا يعير يعني ايه؟ ما بيقس. يعني ما بيعيرش حد ان هو عداله. الانسان ممكن يعاير اخوه، تصور، يعني الانسان ممكن يعاير اللي قدامه ان هو اعطاله، انما ربنا نفسه عمره ما يعير حد، يعطي بسخاء ولا يعير. ده شيء مهم قوي. سيدنا، اتزرع فينا من واحنا صغيرين في مدارس الأحد العطاء. كنا ناخد مبلغ العطاء أيا كان على حسب الأجيال ناخده، علشان لما الأستاذ بيعدي بنحط في صندوق العطاء، في أو مدارس في الأحد. مدارس الأحد، أو واحنا طالعين من القداس بنحط في الصندوق وبنولع شمعة. السلوكيات دي يا سيدنا طلعت جيل محب للعطاء. ما ده دور مدارس الأحد في تأهيل الأطفال وتعليمهم السلوكيات الإيجابية الروحية دي. سيدنا، لو المدارس الأحد متوقفة أو في ظرف يمنع وجود مدارس الأحد، أو في مدينة ما فيهاش مدارس أحد في الكنيسة، طبعا في دلوقتي ولادنا في المهجر في دول كتير بيبقى يدوب بيحضروا قداس ويروحوا لأن بتبقى الكنيسة على مسافات بعيدة، إزاي نربي في الطفل حب العطاء بشكل بسيط ومهذب ولكن في رقي ويقدر ينبو بمشاعره نحو حب العطاء؟ صحيح. مفيش أي مانع إن الأب والأم
يدوا فلوس للأولاد ويقولوا لهم يلا بينا علشان هنروح الكنيسة دلوقتي ونحط عطا في الصندوق. طبعا في ظل الظروف اللي هي اللي احنا فيها الكورونا الكنائس مقفولة، لكن لو أسرة معينة بتستأذن العامل بره على باب الكنيسة أو الموظف يعني، ويقولون اسمح لنا بس نفتح عشان نحط في الصندوق. لو إن الكنيسة وضع موظف يعني أو خادم مع دفتر تبرعات لازم برضو ياخدوا ورقة وصل، وفي نفس الوقت بندي للأولاد يلا أنت ادفع للأستاذ للخادم علشان أنت كده بتدي لبابا يسوع عشان بابا يسوع يصرف على الفقراء اللي هم موجودين والغلابة اللي هم موجودين والمرضى، وكده نحط فيهم ونبث فيهم حب العطاء للمستضعفين وصندوق الكنيسة وكده. طبعا يعني بلا شك ان الكنائس دلوقتي محتاجة للعطاء، لان الخدمات قائمة كما هي، على الاخص خدمات اخوة الرب والمرضى، واحنا بنتصرف بطرق يعني غير تقليدية للوصول الى المخدومين او المرضى او الفقراء، فالخدمات ماشية كما هي، ولكن المصدر التبرعات بلا شك خف شوية. فانا برضو بقول لكل الأسر خدوا بعضيكوا استأذنوا في فتح الكنيسة أو ادوا للموظف أو للخادم التبرع علشان يوصل لصندوق الكنيسة، عشان الخدمات دي بالذات تستمر. ده مهم أوي يعني، عشان الخدمات كما هي ماشية، ما فيش حاجة اتأثرت، لأن احنا لابد ان احنا نكفي احتياجات اخوة الرب تماما والمرضى والاحتياجات اللي بتعوزها الكنيسة يعني. سيدنا، في ظل ظروف الوضع الحالي كتير من الأسر عجزوا عن العمل وعطلوا عن العمل أيوة، ومصدر الدخل قل خاصة الأرزائية اللي هم يوم اليوم بيوم. بيوم. طبعا بلا شك آبائنا بياخدوا إجراءات بيساعدوا فيها النوعيات دي بلا شك في كل الكنائس يعني، بس الآباء ما بيصرحوش بأي شيء يعني، لأن طبيعة خدمتنا اللي هي خدمة في صمت تماما يعني. لو حد من دول يا سيدنا، انا مثلا باخد تموين او بيجي لي حاجه ماديه، مش فلوس، نوع من انواع الاغذيه، نوع من انواع حاجات زي كده، هل اقدر ان انا ابتدي اتوجه لدول وادلهم يعني حاجه يقدروا؟ اه طبعا، اي حد يسمع بان جاره او صديقه او زميله تأثر او الناس في الشارع متأثرين لابد يحاول ان هو يساهم. مش مهم يعني، مش مهم اي اعتبارات تانية، المهم ان هو يساعد الجيران ويروح يديهم تبرعات ويسأل ويشوف. كلنا لازم نساعد بعض، وده كان حال حتى الكنيسة الأولى قايمة على الروح الواحد، يقول لك وكان كل شيء مشتركا بينهم، وكانوا يجتمعون للصلاة والشركة ولكسر الخبز معا. ده في مائدة الأغابي ديت معمولة مخصوص علشان غير القادرين كمان، وكل الأغنياء والفقراء يحضروا معاهم علشان يعبروا عن روح الشركة والروح الواحدة. وإحنا لابد من مساعدة الناس كلها، خاصة في الوقت ده نساعد كل الناس، اللي يقدر يساعد يساعد، وما فيش حد يحسبها ويقول أصل الأيام اللي جاية صعبة ونحجز هنا ونعمل هنا. لا، سيبها على ربنا، والمهم ساعد، وربنا له كل المجد، هينظر إلى يعني عطائنا وتعبنا وهيزيد أكتر من البركة. أحبائنا، طبعا احنا اتكلمنا عن ظروفنا الحالية واتكلمنا عن العطاء، مش بس مجرد كلام، لا احنا بنشوف قد ايه في الوقت الراهن احنا فعلا محتاجين للعطاء، وربنا هيحاول يسد احتياجاتنا واحتياجات المحتاجين لو احنا كمان ساعدنا وادينا بمحبة وبالشروط اللي قالها سيدنا عن العطاء. لازم احبائنا دلوقتي في الظرف الراهن نخلي بالنا من الموضوع ده كويس علشان ربنا يتمجد معانا
ونعدي المحنة دي. نشكرك جدا يا سيدنا. شكرين تعب محبتكم. ربنا يخليك لينا يا سيدنا. أحبائنا لازم بجد دلوقتي نلتفت للموضوع ده لأنه ظرف مهم جدا في وقتنا الحالي. ونشكركم أحبائنا ونلقاكم في حلقة مقبلة من برنامجكم شخصية وموقف.